خلينا بقى حاجة كده هتقولها آخر بقى حاجة كده قبل ما نختم الفقرة. السيدة نبيلة السيد مثلا رحمها الله رحمه. اشتغلت لآخر يوم في حياتها وهي مش قايلة لكل لأي حد في الوسط الفني إن هي مريضة كانسر، وكانت بتشتغل وعادي وبتروح وتيجي ومش قايلة لحد خالص. يعني إنسانة قوية جدا لأن عمر ما حد حس أبدا إن هي شكلها اتغير أو إن هي أدائها اختلف إطلاقا. لآخر مسلسل عملته وكان بيتعرض لها وتوفت وهو بيتعرض كان مسلسل اسمه غوايش مع السيدة صفاء أبو السعود والفنان فاروق الفيشاوي ربنا يشفيه. أمين يا رب. يعني أنا مش يعني أنا مش عارف أتكلم إيه. أكيد كل أنا لازم بس قبل ما نختم أشكر أصدقائي اللي بسببهم البرنامج ده خرج طلع للنور. أميرة سيد مكاوي هي اللي بتكتب السكريبت بتاعنا، ناهد محمد فريد هي البروديوسر، رشا سعيد المخرجة، وفاتن عثمان هي مديرة التصوير. إحنا بنحييك على فكرة البرنامج وبنحييكم كلكم طبعاً. كلكم فعلاً أفكار زي دي إحنا محتاجينها جداً لأنه دي إحياء الذكريات ونوستالجيا والحنين الى الماضي، وان احنا ندي كل حد حقه. الناس دي فعلا تعبت كتير وعندها موهبه رائعه. صحيح. فعلا احنا هم حقهم علينا ان احنا نبرز لهم ده، سواء من خلال استاذ امين او من خلال احنا كشباب في برنامج نقدر نقدم فقرات زي كده، نعرف الناس ونعرف الشباب والجيل الجديد بفكره انه في فنانين فعلا ما خدوش حقهم، هم يستاهلوا كل خير وكل حاجه حلوه مننا.